عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديد من الكور نتاع جافا سكريبت. واليوم باش نحكيو على البوكل فور. دونك بيان سور باش نركز على السنتاكس. اذا ما تعرفش معناها بوكل، تفرج في لي فيديو نتاعي ريبيتيسيون ريبيتيسيون دانستركسيون بارت 1 بارت 2 بارت 3، وتلقى دي زيكزيرسيس مصلحهم انا من فرونس اي او اي. دونك تحط لكم اللين في الديسكريبسيون. ولهنا باش نركز مع السنتاكس. وديما نقول لكم اللي السنتاكس راه حكايه فارغه، وتقريبا السي بلس بلس كيفو كيف الجافا سكريبت. شوش باش نعمل؟ كتبت بوكل فور في السي بلس بلس. بس تفرج في لي فيديو باش تفهم كيفاش قاعد نعمل، اش معناها ديجا فور في حد ذاته واش معناها بوكل. باهي، بعد ما تفرج في كالي فيديو اجا لهنا كتبت بوكل فور بالسي بلس بلس. دونك عملت ديكلاراسيون تاع فاريابل دو تيب اونتي اسمها ريز فيها صفر، وعملت بوكل من اي ايكال زيرو اي انفيريور 20 اي بلس بلس، وكل مره نعمل ريز بلس ايكال اي. باهي، شو نعمل تو؟ باش نعمل كوبي كولي ونمشي لجافا سكريبت ونعمل كولي مريقل. الفرق بين جافا سكريبت والسي بلس بلس شنو؟ ما عندناش مثلا الانت في الجافا سكريبت، ديما قلنا في الديكلاراسيون تاع الفاريابل ما تعطيوش تيب، جوست تقول فار. دوك الزوز انت اللي كانوا موجودين، انت ريز باش تولي فار ريز، و انت اي باش تولي فار اي. وشوفوا كيفاش تعدينا من جافا سكريبت من سي بلس بلس لجافا سكريبت. دونك تو كان نعمل كونسول بوان لوغ ريز ولانسي دونك سوليسيون تاعي. اوب، دونك نجي لهنا نعمل انسبكتي ونحل دونك اللوغ تاعي رجع لي 190. اش قاولك؟ اي دونك ريت كيفاش. نقولكم ديما ما يهمكمش في اللونجاج، راهو الريزونمون هو الكل في الكل. دونك لهنا مشيت من سي بلس بلس للسي للجافا سكريبت من غير ما تعلمت حتى شيء، نفس السنتاكس هو بيدو، جست بدلت انت بفار. دونك باش تفهموا اكثر لي بوكل تفرجوا في لي فيديو اللي معمولين بالسي بلس بلس، وبعد هاني وريتكم كيفاش اي كود تلقاوه لهنا في لي فيديو. بون هذوما لي فيديو مازالهم بالكل، مانيش قاعد نكتب في البوك، مازلت نفسر في الحاجات البازيك. لكن كان تشوفوا اي فيديو واحد اخرى مثلا هذايا وتعملوا كوبي كل لنفس الكود تاخذ ملكم، جست انت هذيك ردوها فار. ان شاء الله تكون الفيديو عجبتكم، بارتاجوها مع اصحابكم وتابعوني في الفيديو الجايين باش نحكي لكم على لي بوك الاخرين.